المهم اليوم غنشارك معكم الرفيسه بالحرشه ولا مضغوصه، كل واحد وشنو كيقول ليها. نتمنى تعجبكم وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو. كم حبوبات كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما وليداتكم ومعز عليكم. شحال هذه ما شاركت معكم شي حاجه، جيت نشارك معكم هذه الرفيسه ولا مضغوصه ولا ديال الحرشه لاول مره عنديرها. قبلوا عليا، المهم نحتاجوا الدجاج كيما كتشوفوا، كل واحد على حساب انايا. حنا جوج الناس، درت جوج فخيدات ودرت الصدر. الدجاج طبيعة الحال مغسول بالخل وبالحامض وبسكنجبير والملحه وناشف مزيان. الدجاج اهم حاجه خصو يكون ناشف. وغنحتاجوا الملحه بطبيعة الحال، ها نتوما الملحه. غنحتاج البزار، البزار غنحتاج السكنجبير، غنحتاج الخرقوم، الخرقوم البلدي، راس الحانوت، راس الحانوت ضروري. وغنحتاج، انا ما عنديش القزبر مطحون، غندير غير الحبيبات ديالو هكايا. وبطبيعة الحال غنحتاج شوية القبيطة ديال المعدنوس، وغنحتاج البصلة وشوية العدس والحلبة. الحلبة هانتوما دايرها في الماء، غنحتاجها. المهم دابا ما غندير فيه لا زيت لا والو، غير يعني غنرقدو وغنخليه وغنمشي نصاوب معاكم العجينة من طبيعة الحال. المهم بلاتي غندير فيه واحد شوية الماء باش نرقدو. واحد شويه الماء هكا غير باش يترقد ليا بما صوبت العجينه عاد نطيبو. ها نتوما كيف كتشوفوا نتوما طبيعه الحال عندك تنساوها. وواحد الراس اللي غنحكوه رقيق باش يترقد مزيان ويدخل في الدجاج ضروري هذا الرويس تحكوه. ها نتوما يا ودرت ليكات، عرفتوا علاش؟ غير على حساب الخرقوم باش نرقد هذا الشيء هكا. ترقدوه مزيان مع الثومه ومع لقام اللي درنا، راس الحانوت، سكنجبير، البزار، القزبر اللي عندهم القوق حسن انا درته حبوب، والثومه حكيت رويس، والحلبه حتى هي راه درتها. صافي دابا نخليه يترقد مزيان مع الثومه في هذا الماء، وغندير هاد شويه المعدنوس هو هنا. صافي غنخليه يترقد، غنديرو في واحد الجنب وغنمشي معاكم للحرشه. رجعت معاكم على الحرشه، نحتاجو عي مليحه هكا مليحه. صافي وشويه الزيت، شويه الزيت هكايا. صافي وغنبسبسها، غنبسبسها وغنجمعها بالماء وغنخليها ترتاح، وغنمشي نرد معاكم الدجاج. الدجاج ها هو مازال كيمرقد، انا ضروري خصو شويه يشرب الملحه ويشرب هذا. هادي كنبسبسها كامله كنبسبسها هكا بالزويته المليحه. دابا منين تبسبسات هكايا ها نتوما ما نعجنهاش، غير نخلطها. ناخذ شويه الماء، الماء يكون شويه دافي. الماء طبيعة الحال كناخذو عم الروبيني، ناخذو شويه دافي. صافي غنجمعها دابا هاك، نديرها شويه نزيد فيها الماء باش نخليها تشرب. نزيد فيها شويه الماء هاك هكا ونجمعها. صافي ها نتوما شوفوا راه فيها شويه الماء زايد،
هانتوما فيها شويه الماء هنا زايد، صافي ونجمعها ونخليها ونمشي معاكم باش نرد المريقه. شويه بلديه هكايا، شي نص كاس ديال الزويته بلديه، طبيعة الحال نرد الدجاج، المهم الدجاج على حسابكم هكايا. نخلط هاد الإقامة هكا وكنديرها في الجنب، ما كنقليها لا والو. كندير البصله، انا عندي هكايا جوج بصيلات هكا، كندير البصله وكندير العديسه اللي مغسوله، كنخلطوا هادشي مزيان هكايا، كنخلطوه مع البصيله ومع داك المعدنوس هكا كيتخلط ريحة المسخن عاطية، كنخليه واحد شوية عشوية صافي، ومن بعد ندير له الماء. دابا غنغطيه ومن بعد ندير له الماء. المهم منين تقلات لينا مزيان هانتوما كيف كتشوفوا، غنزيد عليها الماء وغنزيد عليها الماء سخون، هانتوما غنزيد عليها الماء سخون تنغطي عليها وغنرجع معاكم. المهم دابا حطيت الطاوة ديالي، دابا غنمشي معاكم باش نخبز الحرشه، هانتوما معايا. المهم هيا هيا خليتها حتى شربت شي شويه، فهمتوني غير شي شويه ماشي بزاف هانتوما، وغنخبزها عاديه. غنرش شويه السميده، من طبيعه الحال غنرش شويه السميده على لان هادي غنديرها على حساب هكا، غنرش هكا السميده. المهم راها بارده مازال ما شعلتش عليها، باش ما تلصقش ليا وصافي. المهم ها نتوما درت ليها ودرت ليها السميده عاوتاني، دابا عاد نقرصها لان كندير معكم بيد وحده اللي كانت كتصور معايا مشات، دابا نقرصها هكا. نحاول ما امكن تقرصوها على قد الطاوله اللي عندكم، انا راه غنقصهم درت جوج خبيزات لان يجوني غلاظ هما خصهم يجيو رقاق هكايا. كتبقاو ترشوا السميده وتقرصوا، ها ترشوا السميده وتقرصوا باش ما تلصقش ليكم في يديكم، تحاول ماء امكن رقيقه، ملي تبدا تنفخ تقبوها بالفرشيطه ولا تقبوها بشي هكا. راه صحيه هادي هكا، ها نتوما على هذا الشكل صافي. قادو الجناب ديالها قادوهم بشي، دابا راه شعلت عليها ونقصت عليها، ايوا شويه رجع معاكم باش تشوفوا الشكل ديالو، الشكل ديالها حتى ملي نفرتتها وهذه. المهم ها نتوما قاديتها من الجناب وتقبتها باش ما تنفخش، لان هذه خصها تجي رقيقه، هذه من بعد من راه خلي بقات لي وحيده ها نتوما كتشوفوا، لان خصهاش تجي غليظه. دابا يا المريقه راه هي كطيب، هانتوما المريقه راه كطيب صافي. ملي غنخبز هادي غنوريها ليكم، وغنبقى نفرتتها ونرد الاخرى حتى هيايا. المهم بقاو معايا حتى الاخر كيفاش خصها طيب، شتو خصها طيب هكا طيب كامله وطيب باش تجي باش ملي تبقاو يدقوها تجي قاصحه وتجي رقيقه بحال هكا خصها طيب. المهم ردينا الخبيزه الثانيه، ها هي هي كطيب، وها هي الخبيزه الاولى ها نتوما كتشوفوها، انا نقلبها ليكم ها نتوما راه طايبه مزيان ها نتوما طايبه. دابا شنو عم ندير؟ دابا عم نهرس فيها، وجا جا وقت الطبق الطبق ديالي اللي شريت من تيكا ماكس هو جا وقته. دابا غنفرتتها وغنرجع معاكم النهايه باش تشوفوا كيفاش هتجي، ايوا نخليكم معايا حتى الاخر الفيديو. المهم من بعد ما حيت الدجاج طيبت بريرداتاي، غندير دابا يا الحرشه ديالي غنديرها في المرقه،
غنديرها هكايا، غنخليها تطبخ واحد شويه ومن بعد صافي غنسقيها. ما تمشيو فين، وبرداتاي ضروري ضروري كويستاتاي. هانتوما هانتوما هي كديروا لها هكا. انا ما عنديش السمن وما عنديش الزبده البلديه، درت عا واحد شويه الزبده ملحتها. كديروا لها هكا وكتخليوها تغلي واحد شويه تنشف، يعني كتنشف شويه صافي وكتسقيوها هكا. كديروا لها على هذه الطريقه، ودرت واحد شويه الزبده باش من بعد ندهنها بها ملحتها انايا. وصافي اللي عنده السمن يدير السمن، واللي عنده الزبده بلديه يدير الزبده بلديه. وكويستاتاي بالعشوب ضروري منه، ها هو تشحر ايوا. وصافي بقاو مع الفيديو حتى الاخر، تنسقي ونوريكم اخر ما تسقيه. المهم وصلنا لنهايه الفيديو. كيف قلت لكم انا ما عنديش السمن، عندي شويه الزبده هكايا باش ندهنها بها. هاد الزبيده كتملحتها شي شويه، اي زعما باش نتوما اللي عنده الزبده البلديه يدير الزبده البلديه، ولا يدير شويه السمن. ها نتوما انا درت غير شويه هكا هكا باش كتجي زوينه. ها هكا صافي، وكتخلطوا هكا كلشي ملي كتحطوا في القصريه ولا في الطبسيل ديالكم هكا. المهم هذه الزبده عاديه هكايا بحال اللي كتبنوها بها. صافي هكا، وغنحطوا الدجاج ديالنا اللي حيت الدجاجه ديالنا. ها هو الدجاج ديالنا، ونحطوا طبيعه الحال الثومه اللي درتها هيايا. صافي وها هو البلاطو ديالنا. نتمنى يعجبكم البلاطو ديال اليوم، واللي عنده شي ملاحظه يدير لي التعليق. وشكرا لكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله.